ولكن بالنسبه لهذا الموضوع هذا اللي سميتو اللي داروا الدراري هذا، راه هي بالنسبه ليها راه بحال امتحان عطاه لهاد الدراري. ربما يقدر يدخل شي شخص اخر كبير، يقدر يدخل يسمم هذاك المطعم كامل، هذاك المؤسسه كامل عاد تسمم، عاد يقدر شي يبقى في المستعجلات، شي توفى اللي عنده مناعه ضعيفه، عاد سميتو خاصه هاد المديره ما تبقاش تحفى هاد المشكل هذا. كاين شي حوايج كتصل مثلا بالجماعه ولا بالقياده كيفكوا معنا المشكل، هي خاصه بحال من وقع المشكل هذا كان عليها تجي تصل بهاد الناس هادو ويتفك المشكل داخل المؤسسه، ما يكبرش ويتطور ويوصل لشي حوايج اللي عاد تادي بهذوك الدراري مساكن قدروا يوقعوا في هذا المدرسي، قدروا ما يبقوش مساكن، عندهم واحد النفسيه اللي عاد يبقاو يقاوموا بها بالنسبه للمؤسسه، لا امام الشباب اللي معاهم في المدرسه، لا امام سميتو، عاد بحال لبساتهم شي تهمه اللي كبيره عليهم. ولا سيده المديره كان عليها تاخذ الاجراء داخلي، ما كانش عليها ديكلاري لا للدرك الملكي، ولا كانت تحل المشكل داخليا في اطار المدرسه بالذات، تستدعي والوالدين الاطفال اولا كجمعيه اباء ويناقشوا الموضوع ويحلوا المشكل داخليا، لا ما يتخذ هذا الاجراء مع الدرك الملكي والاطفال الصغار، عاد ياثر لهم على النفسيه ديالهم. ثانيا ما عاد يبقى هذا المشكل دروك، عاد خاص المدراء الاخرون يخوضوا العبره بان اي مشكل في المدرسه حدث خاصو يحلوه داخليا، هي اللي يتابعوا المسطره من بعد. هذا هو اخر ما اقوله. المسؤوله على المدرسه دابا راه هي المسؤوله، راه الدراري اللي دخلوا تما هما تيقراو في هذيك المدرسه، هما اللي عارفين هذيك المدرسه وتيعرفوا كاع، وما كانش عليها كاع توصل معاهم لديك الدرجه، كان عليها هي تجتمع بأولياء التلاميذ تعيط لهم وتبرى منهم وتدير فاش تمشي تعيط على السلطات وتدخل المؤسسة وتخلع دراري صغار، يعني النفسانية ديال الدراري كيف تكون؟ ما انا ماش بغي يكونوا قاعد دورينا هما تربيتهم هذيك، خاصهم هما اللي يكونوا كينهيو على داك الشيء ويكونوا تيوعيوا الدراري بأن السرقة وكيوقع فيها وتيوقع فيها وكيوقع فيها، فهذا الشيء راه ماشي معقول. دابا هي راه هي زعما راه هي أمهم، راه هي اللي خاصها تربيهم، هي اللي خاصها تكون عليهم، ماشي تما غادي يجيبها لهم السلطة كتخلع فيهم. باش هما ما عندهم هذاك السن ديال هذاك السلطه باش يمشيو لعند لي جوندارم وبداو هكا وبداو كثير، خاصها هي الام ديال المدرسه وهي اللي عارفاهم اكثر من والديهم تقريبا.